وقت الطبخة. هون في أربعة صوتي مثل ما انك شايف، في دستين للهريسة اوكي، وعاملين واحد قمحية، وهذا المي. كل ما بتنقص معك الهريسة هي عم تغلي مجبور تحط مي. هلا هسه شو ساعتي لازم ننزل القمحية بتاكلها بعد الهريسة بتتحلى فيها. واهلا وسهلا. شو هالريحة الحلوة؟ هو بطيب الهريسة هي البهوراتها، كمون وشوية بهور حر وشوية بهور سبعة بيسموه، وجوز الطيب هن اللي بيطيبوا الهريسة. صلكن هون من 8 الصبح. احنا عنا تقريبا 25 كيلو لحم، طعمي تقريبا هلا شيء 150 شخص. نحن بنضل نحرك تنشيل زفرتك. اوكي. وبس نخلص بنحط القمحوت. بتشيل الزفرة يعني أول ما تغلب بتشيل ايه أول. بشيل ايه بشيل الزفرة كلها. جاب تحط القمح. جاب حط القمح بعد شيء أربع ساعات تغلي لحم. طيب يستوي اللحم وبرجع حط القمح وخليه على نار هادي تهي تهدى. هلا لسه فيها تاكل. هلا ايه هلا سبده تحريك سبده خفق. بدها تحريك وبدها تلزع على بعضها. ايه. تتشنغل بين القمحوت واللحمة. عظيم. دغري بلاش رح ماخذ دغري اسيا. رح نلتقى فيهم بالقداس، بيعملوا قداس على الساعة 5:30 وساعة 6 بتطلع الضيعة كلها سوا. في هريسة ما بعرف كم كيلو، يمكن ل 300 شخص، بعتقد كل الضيعة رح تجي. سان سيت كتير حلو من هون وهيك بفرجيكم اجواء العيد. يمجدونك جميعا تمجيدا ثلاثيا هاتفي. يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. الله يكون. اللي عم تشوفوا قدامي هو شغل مينيموم 10 ساعات غير التحضير قبل الوقت. اللي بيطلع بالاخر هو شيء بيمغط، شكله ما كتير حلو بس طعمته بتعقد. اجمالا الهريسة معروفة بهريسة الدجاج، هلا عم ناكل هريسة لحمة فيها قمح، فيها غذاء ماكسيموم، ثقيلة بتدفى كتير، بتدوب تحت لساني مثل الزبدة، بهاراتها كتير قوية، لحمتها بتصير مسخسخة مثل الزبدة، بتروح ما بعد تحسوا فيها بشي. شباب عظيمة. وهيدا صحن الهريسة اللي بيجمعنا، لقمتنا بتجمعنا وضيع مجموعة ورا الهريسة وينعاد عليكم كلكم. خذ شيء للأكل. هلا مش شباب يلا. اوكي خلي اوف. قمح، سكر، مزهر، موارد، خفيف كتير، طيب كتير، لازم واحد يحب القمح. وبالاخر دسير بتكون ليلة القمح.